هيئه الدفاع عن الصحفي عدنان الملاح ومن معه بتاريخ اليوم الموافق ليوم الثلاثاء 18/12/2018 على الساعه 47 دقيقة، ونظرا لانعدام شروط المحاكمه العادله المكرسه بموجب الماده 56 من الدستور والماده واحد من قانون الاجراءات الجزائيه في القضية المرقمة تحت 5754 على 18 المنشورة على قسم الجنح لمحكمة باب الواد ضد كل من صحفيين عدنان الملاح الموقوف والعجال عبد العزيز والنقروش عبد الحافظ، ونظرا لعرقلة هيئة الدفاع عن أداء مهامها الدستورية في الدفاع عن موكليها، رغم تنبيه هيئة الدفاع للمحكمة منذ بداية جلسة المحاكمة واستحواذ النيابة على تسيير الجلسة والمرافعات، كل ذلك خرقا لأحكام المواد 286-342 من قانون الإجراءات الجزائية، من خلال توجيه رئيسة الجلسة لمرافعة هيئة الدفاع، لذا قررت هيئة الدفاع الانسحاب من جلسة المحاكمة إلى غاية توفير شروط المحاكمة العادلة المكرسة في الدستور وقانون الإجراءات الجزائية. هذا بيان هيئة الدفاع المنسحبة من المحاكمة. هذه من جهة. من جهة أخرى، إذا كانت هناك إهانة لهيئة الدفاع، فالإهانة هذه لاحظناها منذ تأسيسنا في القضية، منذ تناولنا للملف لقينا باللي المحاكمة ستكون محاكمة سياسية وليست محاكمة قضائية، والدليل هنا الدليل هو انسحابنا من المحاكمة هذه بسبب سوء تسيير قضية والتدخلات الغير قانونية للنيابة. على الرغم من انسحاب هيئة الدفاع إلا أن رئيسة الجلسة قد أعادت المحاكمة المتهم بدون دفاع وبدون أن يلتمس منها أن يتنازل عن حقه في الدفاع، فتمت محاكمته وتم النطق بالمداولة على أن تكون يوم 25 من شهر ديسمبر بدون دفاع.